عن ابن سعيد الهمداني قال: قال الحسن بن علي إمامنا المجتبى صلوات الله عليه: إن لله مدينة في المشرق ومدينة في المغرب. كما قلت، ربما يقصد الإمام في حديثه هذا الإشارة إلى بلاد جابلقى وجابرسة، وربما يشير إلى مدائن أخرى من مدائن السماء. إن لله مدينة في المشرق ومدينة في المغرب، على كل واحد سور من حديد، في كل سور 70,000 مصراع، يعني باب يدخل من كل مصراع 70,000 لغة آدمي، ليس منها لغة إلا تخالف الأخرى، وما فيها لغة إلا وقد علمناها، وما فيهما وما بينها ابن نبي غيري وغير أخي، يعني سيد الشهداء، وأنا الحجة عليهم، صلوات الله على محمد وآل محمد في كل آن ومع كل نفس من أنفاسنا. الرواية مر الحديث عنها، لا أعيد ما تقدم من كلام، وإنما أورد أحاديث أخرى، نماذج أخرى من كلماتهم الشريفة تقرب لنا الصورة حول سعة عالم الرجعة وكثرة الحضارات التي ستتواصل مع عالمنا الذي نعيش فيه. الرواية أيضا من بصائر الدرجات عن عجلان أبي صالح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قبة آدم، وهذا المصطلح قبة آدم يعني عالمنا هذا الذي نعيش فيه، والمراد من عالمنا هذا لا أقصد الكرة الأرضية، وإنما الدنيا، جزء من عالم الدنيا الأرض، الأرض وحواليها. سألت أبا عبد الله عن قبة آدم، فقلت له: هذه قبة آدم؟ فقال: نعم، هذه قبة آدم، ولله قباب كثيرة. أما أن خلف مغربكم هذا، والإشارة بالمغرب هنا ليس المغرب الذي يكون عندنا مثلا ونحن هنا في مدينة لندن أو في أي مدينة أخرى، الحديث عن مغرب الدنيا. أما أن خلف مغربكم هذا 39 مغربا، أرضا بيضاء ومملوة خلقا، يستضيئون بنورنا لم يعصوا الله طرفة عين، لا يدرون أخلق الله آدم أم لم يخلق. أما إن خلف مغربكم هذا 39 مغربا، أرضا بيضاء ومملوة خلقا، يستضيئون بنورنا لم يعصوا الله طرفة عين، لا يدرون أخلق الله آدم أم لم يخلق، يبرؤون من فلان وفلان. قيل له: كيف هذا؟ يتبرؤون من فلان وفلان وهم لا يدرون أخلق الله آدم أم لم يخلق، ألم يكن فلان وفلان من أبناء آدم؟ فقال للسائل: أتعرف إبليس؟ قال: لا، إلا بالخبر. قال: فأمرت باللعنة والبراءة منه؟ قال: نعم. قال: فكذلك أمر هؤلاء، لأن فلانا وفلان رموز وعناوين لعداء محمد وآل محمد. ورواية
عن عبد الصمد عن أبي جعفر عن إمامنا الباقر قال سمعته يقول إن من وراء هذه يشير إلى الشمس، إن من وراء هذه 40 عين شمس، ما بين شمس إلى شمس 40 عاما، فيها خلق كثير ما يعلمون أن الله خلق آدم أو لم يخلق، وإن من وراء قمركم هذا 40 قمرا، ما بين قمر إلى قمر مسيرة 40 يوما، فيها خلق كثير ما يعلمون أن الله خلق آدم أو لم يخلق، قد ألهموا كما ألهمت النحل لعنة الأول والثاني في كل وقت من الأوقات، وقد وكل بهم ملائكة متى ما لم يلعنوهما عذبوا. إذن هذه أمم، كل أمة لها خصائصها، هذه أمم ألهمت إلهاما، وتلك أمم سابقة أخبرت إخبارا، وهكذا. هذه الروايات لا يتصور أنها نقلت بالمضمون أو بالمعنى وهي تشير إلى مكان واحد. هذه الروايات إذا دققنا النظر فيها فإنها تتحدث عن حضارات وعن أمم وعن شعوب وعن مخلوقات تختلف عنا، ولكننا سنتواصل معها في مرحلة الرجعة. تلاحظون بعض الروايات تحدثت عن عوالم ستتواصل مع عالمنا عند ظهور الإمام الحجة، وهناك عوالم أخرى لم تشر الروايات إلى أنها ستتواصل مع عالمنا في مقطع الظهور، وإنما ستتواصل مع عالمنا في مرحلة الرجعة. وذلك ما يمكن أن يفهم من مجموع روايات الظهور وروايات الرجعة، فقد وردت أحاديث كثيرة وكثيرة. لا يسع الوقت، البرنامج لا يكفي لتفصيل القول في كل صغيرة وكبيرة. هذه نماذج من الأحاديث التي رواها لنا شيخنا الصفار القمي في كتابه بصائر الدرجات.